صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له؟ معناه واضح أنه فقير، كان معاوية رضي الله عنه فقيرا، كان فقيرا في ذاك الوقت، والمرأة تريد نفقة، ففي تزوجها للفقير ضرر عليها، وهي تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.